اشرف. ايوه يا فندم. ايوه مين حضرتك؟ ايه؟ نيفين رشدي؟ نيفين؟ نيفو يعني؟ نيفو؟ بجد؟ ايوه نيفو. ايوه انا. ايوه زيك. ازيك؟ وحشاني بجد يا نيفو، وحشاني. اشوفك ازاي؟ حالا حالا فورا يا نيفو فورا. يا عويس انت، هذا عويس انت، سيب الشيشه اللي في ايدك دي وقوم اغسل العربيه. اما تدفع اللي عليك. من ايه؟ ما عادش يا اخوي. طب بيع العربيه. ابيع العربيه؟ يخسى عليك يا عويس. ابيع العربيه والناس تقول عليا ايه؟ ماشي من غير عربيه وادور على شغل ازاي؟ بتاكسي زين. وليه لا؟ طب قوم وقف لي تاكسي. ان وقفت لي تاكسي هديك كل اللي عليا. طب اقول لك بيع الفيلا. يا دمك. ابيع الفيلا يا عويس عشان اديك 60 جنيه؟ ما انت هتاخد الفرق كمان. بس يلا بس، بلاش كلام فارغ، قوم اغسل العربيه. اما تدفع اللي عليك. اغسل العربيه يا اخي، هات نفس. لا مفيش. خلاص مش عايز. اجري. حتة بواب ما بعرف. قال اغسل العربيه مفيش. نيلة عليكم وعلى ايامكم بوابين اخر زمن. ولا الحوضه ليه؟ مسحت العربيه. صباح الخير. صباح النور. معقول يا اشرف؟ معقول التاخير ده؟ معلش زحمه المواصلات، ما انت عارفه انا راكن العربيه فوق والله في الممنوع. وحشتني يا اشرف. لا يا شيخ، وطول الاربع سنين اللي فاتوا دول ما وحشتكيش؟ طبعا وحشتني، لكن ايه؟ كنت بسمع انك كويس ومبسوط ولسه مجنون زي ما انت. طب ويا مجنون؟ مجنون ده ما يمنعش انك تتصل بيا وتطمنيني عليكي؟ مش فجأة مرة واحدة كده هوب مفيش نيفو؟ لسه مش قادر تفهم أنا سبتك ليه؟ أنا بعدت عنك لأنك مجنون ورثت مامتك وباباك وابتديت تبعزك كل يوم، سهر كل يوم، فسح، تتغدى في مرسى مطروح، تتعشى في اسكندرية، تفطر هنا. مش معقول، مفيش حد كده. وعشان كده بعدت عنك قبل ما يقول عليا أنا اللي ضيعت لك فلوسك. مين اللي كان ممكن يقول؟ أي حد. على العموم انا ما رجعتلكش الا لما عرفت ان ثروتك راحت وفلوسك خلصت، مبقاش حيلتك الا الفيلا والعربيه. غلوه شقنتي بقى. اشرف انا سعيده، سعيده قوي. سعيده؟ في حد في الدنيا يبقى سعيد عشان اللي بيحبه مفلس؟ طبعا، لانك دلوقتي مضطر تدور على شغل ولازم تشتغل عشان تعيش. ما انا فعلا بدور على شغل. ومتضايق ليه؟ عشان بدور على شغل ومش لاقي شغل. عندك شغل؟ ولا يهمك، انا كمان مش لاقيه شغل. انت مش بتشتغلي في جورنال؟ اترفدت عشان ما فيش موضوع مهم اكتبه. وعنها يا استاذ وراح حاضر دراعها لمين؟ ما قابلت ايه؟ زوضت ولمت الجيران على جوز بنتها ولدعوا علقه ليها العجب. حضر دراعها لمين؟ شايف الكلام الفارغ؟ لا انت ما سمعتش الكلام اللي بيتقال ورايا انا بقى. البيت اخر ولازم يكون هنا من ساعة. فعلا تيجي نقوم نروح له. يلا بينا وبالمرة نطمئن على البيت اللي اسمها رعد السما. تصور عمرك سمعت اسم رعد السما؟ رعد السما؟ تعرفي بقى ان انا سمعت الاسم ده قبل كده؟ رعد السما؟ رعد السماء. قولي يا اشرف، هنعمل ايه لو الفلوس اللي معانا خلصت؟ على ما تخلص يكون لقينا شغل. وافرض ما لقيناش شغل والفلوس اللي معانا خلصت؟ والله ما انا عارف، اي لو اعرف كنت قلت لك. مفيش غير ثلاث حلول. حلو احسن من حل واحد، على الاقل نعرف نختار. الحل الاول اننا نورث. طب انا هورث مين؟ انا ورثت كل اللي مطولي معاكش. وانا اهلي ناس غلابه ومحلتهمش اللضا. طب الحل التاني؟ نتجوز اتنين اغنية. طب انت ممكن تتجوزي، لكن انا الاغنية دي هتاخدني على ايه؟ خلاص يبقى نرمي الحلين دول على جنب. والتالت؟ نسرق. نسرق من هنا ونتسجن من هنا؟ انا عايزه شغلانه نكسب منها فلوس. اي شغلانه. اي شغلانه؟ انت بتشوفي في الجورنال كده. الجورنال.
فيه عواميد كده فيها وزاره خاليه جنب ازمه السكن. خاليه وزاره وشقق خاليه وحاجات كده. في وظيفه فراش في شركه الهندسه وفي نقاش وفي سكرتيره في مكتب ديكور في سباك. مطلوب سباك. يلا بينا. انا عجبني السباك قوي دي شغلانه محترمه وكلها فلوس وحالة فيها. وانا اشوف الوظيفه لغايه ما نلاقي شغلانه عليها القيمه. يلا بينا. سلام يا ابني. الله يسلمك. ازيك وازي رعد؟ ايه يا عمتي؟ رعد جرى لها حاجه؟ من ساعه ما سافرت تفسح يا ابني ما رجعتش. غريبه. رعد بعتت لي جواب من اسبانيا تفهمني انها هتزورني في فنزويلا عشان نرتب لمساله الجواز. ما رجعتش يا ابني. وما بلغتيش البوليس؟ بلغت. وبلغت عن يوم ما هتوصل لانها بعتت تلغراف هتوصل على باخره لكن الباخره غرقت. غرقت؟ لكن بيقولوا رعد من الناس اللي انقذوهم. وما راحت فين؟ بيقولوا مش عارفين. لا ما احنا نبلغ تاني وتالت لغايه ما نلاقيها. دلوقتي بقى ممكن اعرف الشغل اللي عند حضرتك؟ شغل عادي جدا. رحله ظريفه لغايه تركيا. تركيا؟ اعمل ايه في تركيا؟ هتروحي هناك هتنزلي في اوتيل اسمه كولومبيا و بس. يعني كل اللي عايزه مني ان انزل في بنسيون اسمه كولونيا؟ ده ايه التعب ده كله؟ لا انا اللي عايزه منك انك تكوني هناك عينين وودان سرور. فهمت. جاسوسه يعني؟ يعني حاجه زي كده. لكن على شرط لا تتصلي بيا ولا تجيبي سيرتي. كل اللي تعمليه في السر. طب وليه اخترتني انا بالذات عشان الموضوع ده؟ لانك بنت ذكيه وشاطره وبتحب المغامره وممكن تقومي بالشغل ده على احسن صوره. بس حضرتك لغايه دلوقتي ما جبتش سيره اشرف وما قلتش هيشتغل ايه. اشرف مين؟ شريكي. ايوه بس انا الحقيقه محتاج لبنت بس. في الحاله دي انا انسحب. طب استني بس احنا ممكن نوصل لحل بالنسبه لشريكك. حاضر حاضر يا انسه. انت اسم حضرتك ايه؟ اسمي رعد السما. هي دي اللعبة القذرة اللي بتلعبوها عليا؟ مين اللي قال لك السر؟ ريتا؟ لا مش ريتا. ريتا ما تعرفش حاجة وعلاوة على إنها كمان ما تعرفش حاجة عني. مش مهم ريتا أو غيرها. المهم إيه اللي تعرفيه؟ ما أعرفش حاجات كتير. معرفش. كدابة. مجرد ان انت قبلت تيجي معايا هنا معناها ان انت عارفة حاجات كتير قوي. انت كمان بتتحديني بدليل انك قلتيلي اسمك الحقيقي. مين قالك ان رعد السما اسمي الحقيقي؟ هو مفيش غير واحدة رعد السما؟ ايوة. لان صعب جدا ان يبقى في واحدة اسمها رعد السما. عايز يبقى في اتنين رعد السما؟ جايز. كلميني عادل وبلاش استهتار. هما حاجتين عايزهم. عايزة كام وايه اللي تعرفيه؟ أنا قلت لك اسمي وليك الحرية تصدق أو ما تصدقش. أما بالنسبة للمعلومات فأنا ما أقدرش أقول لك أكتر من كده. أنت قلتي حاجة؟ كفاية عليك كده. كفاية بقى ترياقة وبطلي تتظاهري بالبراءة. أنت تعرفي حاجات كتير. كتير قوي. مش هعارضك. لا بنكر ولا بعترف. عايزة كام بقى تمن المعلومات اللي عندك؟
الاستاذ مدحت عزمي مش كده؟ ايوه كده. اهلا وسهلا. النقيب تيمور عبد المنعم. اهلا يا فندم، اتفضل. شكرا. حضرتك قدمت بلاغ باختفاء بنت عمتك رعد السماء فوزي. ايوه من ساعه ونص. الاقي عند حضرتك صوره ليها نقدر نستدل عليها بيها؟ ايوه عندي صوره. يعني سيادتك ممكن تديها لي لو سمحت؟ ممكن يا فندم. طب دقيقه واحده اطلع اجيبها لحضرتك. اوي. برضه تقولي لي ايه اللي انت جايباه ده؟ اشتريت زي ما انت شايف كباب وموز وبرتقال وبيتزا وعيله كبيره. يا نهار اسود، ايه؟ سرقت حد؟ تعالى بس ادخل جوه احكي لك على كل حاجه. ما دي الكباب دي. ايه ده؟ ده حاجات كتير قوي. انت قلت ان انت رحت مع الراجل وقال لك روح تركيا وقلت له على الاسم اللي احنا سمعناه النهارده. عايز اعرف بقى الراجل ده اتخض ليه ساعه لما سمع الاسم ده؟ مش عارفه، لكن اكيد في سر ورا البنت دي. سر؟ سر زي ايه؟ مش عارفه. لكن ليه انت ما قلتلوش على اسمك الحقيقي؟ خفت اقوله. لكن قول لي يا اشرف، شكلهم ايه الاثنين اللي انت شفتهم في الكازينو بيقولوا الاسم ده؟ رعد السماء؟ ايوه. هو واحد فيهم من 35 سنة ل 40 سنة كده، طويل واسمر ومناخيره طويلة برضه. هو مسرور. ها؟ لكن صدفة غريبة. لكن تفتكر الصدفة دي هتوصلنا لغاية فين؟ لغاية الفلوس. هنرجع نجيب سيرة الفلوس تاني. ليه لا؟ ليه لا؟ طب هتعملي إيه مع الاسم مسرور ده؟ سيادتك عارفة إنك وقعتي نفسك في ورطة؟ ولا ورطة ولا حاجة، المسألة كلها صفقة تجارية، حد يشتري منه معلومات؟ خدت 1000 جنيه تحت الحساب. يا سلام، 1000 جنيه تحت الحساب؟ دي كارثة. كارثة ليه؟ أنت عارفة إيه تاخدي 1000 جنيه تحت الحساب؟ يعني أنت عندك معلومات تساوي 50000 جنيه. حاجة زي كده. حاجة زي كده؟ المسألة مش بالبساطة زي ما أنت فاكرة كده، المسألة في منتهى الخطورة. افرضي الراجل ده جالك وقال لك وحطك قدام الأمر الواقع، قال لك قولي بقى المعلومات اللي عندك هتعملي إيه؟ أيوة صحيح. المشكلة دي ما خطرتليش على بال. طبعًا. سيادتك شفت الفلوس مخك اتلحس، ما فكرتيش ايه اللي ممكن يجرالك. اسمع، علشان نخلص من الورطه دي لازم نجمع معلومات عن اللي اسمها رعد السماء. نعم، نجمع معلومات عن مين؟ اهلا يا عويس، عايز ايه؟ شوف بقى يا سيدي، انا مش عايز افضحك قدام الناس الغلط، فتدفع اللي عليك باللازق احسن. طب ما هديلك، ما تبقاش مبعر. يلا ما تبقاش مبعر. خلصني. طيب هات 60 جنيه من معاك. قال عليك ثلاثة هي أحسن. بواب مبعر. خد 60 جنيه اهو. أقول لك إيه يا عويس؟ نعم. هات لي مأذون دلوقتي حالا اهو. كريلة. يلا. لازم. إيه ده؟ أنت قلت إيه؟ هات المأذون؟ مأذون. نتجوز وبعدين نتسجن. لا مؤاخذة يا سعادة. أيوة رمضان. في واحد عايز يقابل حضرتك. بيقول إنه اسمه عزوز. عزوز؟ عزوز. خليه اتفضل. مساء الخير يا سعادة الدين. اهلا يا سيد عزوز. اتفضل. شكرا. خير ان شاء الله. انا جاي لحضرتك في موضوع مهم. قضية عبد الفتاح الرشيد. اللي قتل. ما قتلش يا سيد عزوز. طيب مين هداه؟ حاضر يا سيدي. اتفضل. فأنا جاي لك مش عايزك تكسفني. أكسفك؟ أكسفك في إيه؟ معلش اسمح لي أنا مش فاهم. ممكن توضح شوية؟ اتفضل يا أستاذ. إيه دول؟ 5000 جنيه. بتوع إيه دول؟ ما لو حضرتك يا أستاذ اترفعت في القضية، عبد الفتاح هيطلع براءة. ده أكيد إن شاء الله. أنا عايز منك خدمة صغيرة. إنك ما تروحش المحكمة وما تترفعش عنه.
انت يا راجل انت جاي ترشيني؟ لا سمح الله يا استاذ. امال ال 5000 جنيه دول ايه؟ دول هديه. طب امشي ادفع بره. طب نخليهم 6000. تعرف لو ما خدتش فلوسك ومشيت دلوقتي انا هلبسك قضيه. طب نتفاهم يا استاذ. امشي ادفع بره اقول لك. يا رمضان الجدع ده ما يخشش تاني هنا ابدا. الو؟ ايوه يا وليد. لا ابدا ما فيش بس متضايق شويه. حد يتضايق وهو نازل يتفسح معايا؟ يعني ايه بقى؟ عايز تزعلني؟ خلاص على ما هلبس واجهز انت تعدي عليا وننزل نتعشى بره سوا. ماشي؟ باي باي. ناس بقى ما عندهاش ضمير. صوري واحد جالي المكتب النهارده عايز يرشيني ب 5000 جنيه عشان اسيب قضيه كسبانه. اضطريت اطرد له طبعا. طب خلاص بقى. هنزل معاه هتحجج اي حجه واسيبه وامشي وانت بقى عليك تراقبه. اه فعلا هو مين يراقبه غير انا سيد من يراقبه بلا نيله. يمكن النهارده اجازه. اجازه ايه؟ ده احنا النهارده الاربع. طب وبعدين؟ تعال معايا. خير ان شاء الله. عشان ال 1000 جنيه مش فاهمه.
امك. مبروك علينا. اذا كنت فاكر ان دي النهايه تبقى غلطان، دي البدايه وهتشوف. ايوه هشوف، هي دي البدايه. لكن ايه اللي خلاهم يهربوا بسرعه؟ اكيد حكايه رعد السماء دي وراها سر خطير زي ما قلت لك. هنعرف ولازم نعرف بكره من الصبح على المحافظه. على طول. حضرتك اي خدمه يا بيه؟ هذا اليوم الاسود اللي خلاني دفعت لك فيه 60 جنيه. صباح الخير يا فندم. خير يا عزيز. اشرف ونبيل مش عارفين يدخلوهم في الموضوع. كل الحكايه ان صورة اخذها وراح على المكتب. بعد كده خرجت وقابلت اشرف. اخذها وراح على البيت. اتجوزوا. وابتدوا يروحوا لسرور تاني. كويس. خلوا بالكم منهم. ما تخليهمش يغيبوا على عينيكم ابدا. اطمئن يا فندم. ومدحت عزمي. مدحت عزمي بيدور. ما خلاش مكانك بتروحوا رعد السماء الا وراحوا يا فندم. برضه ما تخليهمش يفلتوا منكم. يعني انتوا ورطتوا نفسكم في حكايه ما تعرفوش عنها حاجه خالص. طب ونعمل ايه يا فندم؟ هذا الله واضح حكمته. نستأذن بقى. تستأذن ده ايه؟ استنى. يا فندم انا معايا ليسانس اداب وكان نفسي ابقى صحفيه. كويس، وبعدين؟ يعني انا بقول لو اتعاون معاكم انا واشرف جايز نوصل لنتيجه، نعمل حاجه وابقى صحفيه مشهوره. ما عنديش مانع. اقول لك، رعد السماء اختفت فجأة من 6 أشهر بعد غرق الباخرة الباسيفيك وهي داخلة المينا، وما غرقتش لأن كل الستات ركبوا زوارق النجاة وكلهم وصلوا ما عدا زورق واحد، وبرضه ما غرقتش لأننا لقيناه بعد كده في منطقة بعيدة. كان الستات اختفوا والبحار كمان كان مات. غريبة دي. هي مش غريبة ولا حاجة، لأنك لو عرفتي إن رعد السماء استلمت من رؤوف الشناوي اختراع خطير جدا، وان كمان في شبكه كبيره جدا بتحاول انها تسعى للحصول على الاختراع ده، سرور استدرجك عشان تمثلي دور رعد ويضحك عليكي ويخليكي تديلها معلومات غلط. طب ورعد فين؟ عنده. طب هو يتخض ليه لما هو عارف ان بين ماهيش رعد السماء؟ هو مثل الدور بالشكل ده عشان اعتقد انك من البوليس، وبالتالي نتاكد انه الخدع وان رعد مش عندهم. وعموما ما خبيش عليكم، اللي انتوا عملتوه ده خلاكم تبقوا في خطر. الشخص اللي بيحرك الشبكه دي كل المعلومات اللي عندنا بتقول ان اسمه تيمور، وممكن جدا يكون ده مش اسمه لان ما حدش شافه ولا حد يعرف هو مين. والشخص ده كمان ممكن يعمل اي حاجه علشان يحقق بيها اغراضه. حاجه زي ايه يعني؟ يقتل. يموت يعني؟ انت مصممه تبقي صحفيه مشهوره؟ ايوه. على شرط. تحت امرك. مفيش خطوه تعملوها لما اخد بيها خبر، موافقين؟ هي موافقة لكن أنا ماليش دعم. يعني إيه مالكش دعم؟ هو أنت مش جوزي؟ أه جوزك. أيوه صح. طب يا فندم هتدفعوا كام؟ هتدفع كام؟ ده كلام يا أشرف. أيوه يا كلام إيه؟ شغلي. دلوقتي أنا مش هكون مخبر قطاع خاص. أيوه تقريبا. يبقى خلاص، أنت مش حضرتك بتشوف أفلام أمريكاني؟ أه؟ بيدفعوا فلوس، هما بيديلهم فلوس. أنا كمان لازم آخد، أنا باخد في الراس 1000 جنيه ولا إيه يا نيمو؟ معلش يا فندم. معلش إيه معلش يا نيمو حبيبتي، أنا بقول لك ده شغل، في تعب جاري، المواصلات، بيزنس إز بيزنس. يا فندم فاكرة إني هروح أبلغ البوليس، هيقولوا لنا اتفضلوا أنتوا وإحنا علينا الباقي. أشرف أشرف، مش أنت اللي عايزة تتعاوني عشان تبقى صحفية؟ إيه ده؟ إيه اللي أنت عامله في روحك ده؟ ايه متنكر. لكن ازاي انت عرفت ان انا اشرف؟ معقوله مش هعرفك؟ هو في حد غيرك هنا معايا؟ ايوه بس ده غريبه قوي يعني، لابس نضاره ومعلق شنب وورنيطه وبتاع، مش ممكن يعني تعرفين ازاي شفتني دي؟ الو؟ ايوه انا اشرف. ايوه انت مين؟ علي مين؟ شوقي؟ شوقي مين؟ شوقي زهني مين يعني؟ ايوه يا استاذ شوقي زهني، عايز ايه؟ ايوه انت عايز ايه؟ ايوه لا ايوه 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 يا فندم، لا مؤاخذه يا فندم، انا اسف جدا. ايوه يا فندم انا اسف قوي قوي يا فندم، لا انا مؤاخذه يا فندم موجوده. نيفو شوقي بيه. الو. ايوه يا فندم احنا متاسفين قوي قوي. ايوه ايوه اتفضل. ايوه مدحت عزمي وصل امبارح. ايوه يبقى ابن خالتها. ايوه ايوه مفهوم. عنوانه ايه؟ حاضر حاضر يا فندم، هنكون عنده الساعة 3 بالظبط. متشكرين قوي.
شكرا. ايه الراجل ده؟ طب هو جاب نمرتنا ازاي؟ ازاي بس؟ ده عارف نمرتك ونمره بطاقتك ونمره باسبورك ونمره عربيتك، يعرف كل حاجه. اه مباحث بقى. انت ليه عارف كمان ان انا بحبك؟ اكيد. طب عارف ازاي؟ ده الحب جوه قلب. لاني انا كمان قلت لهم ان انا بموت فيك. اشرف انت نايم ولا صاحي؟ لا راكب بسكالت. ايه مالك؟ انت زعلان ان اتجوزنا ولا ايه؟ معقول؟ ده اليوم اللي انا بتمناه. امال مالك يا حبيبي؟ خايف يا روحي. من ايه؟ لا ابدا انا اخاف من ايه، بس حاسس ان انا عايش في رعب. شبكه، ناس بتخطف، والاستاذ الفونس بيقتل، مش عارف يعني. الفونس؟ اه قصدك تقول تيمور. الفونس تيمور، اه كله جاي من المانجا. طب يلا يلا يلا. على فين؟ ايه انت ناسي؟ مش عندنا ميعاد مع مدحت عزمي قريب رعد السماء. اه مدحت عزمي قريب رعد السماء. يلا يلا استعنى على الشقه بالله. انا ما اعرفش رعد، وعمري ما شفتها، من وانا صغير ما اعرفش عنها اي حاجه. الله، بنت عمتك وما تعرفش عنها حاجه، ازاي ده بقى؟ ما تبصليش انا، بصلي هو، انا ندين. هي النضاره هي السبب. ما تقلقش يا اخي. لا ايه، معقوله؟ كمل حضرتك كمل. اتفضل. ايوه، والدي ما كانش بيكلم عمتي، خلافات عائليه. في الوقت ده كنت صغير قوي، والدي اخذني وسافرنا فنزويلا، وهناك اغتنى قوي، ولما مات ورثت انا كل حاجه، واصبح لي الحق ان ادور على بنت عمتي واعرف هي فين. القهوه هنا ولا في الصالون؟ لا في الصالون لو سمحت. انا هحبها في الحمام. اول حاجه لازم تعملوها انكم تقعدوا هنا في الاوتيل، وانا مستعد لكل المصاريف. صح صح. ده ايه بس؟ الله، انت يا ابني انت معاك قرشين عايز تبعزقهم؟ اشرف ايه اللي على النضاره؟ لحسن ابتديت اتلخبط. اشرف انا معايا فلوس كتير كتير قوي. قد ايه يعني؟ 500 جنيه؟ 50 مليون، ده غير شركات البترول اللي ورثتها. خلاص بقى يا اشرف، انت هتحقق معايا. اه لكن دول يعني. يوووو مدحت بيه، مدحت بيه. ايوه، في واحد عاوز يقابل حضرتك. مين؟ بيقول ظابط بوليس. تاني، على اذنكم. استاذ مدحت، حضرتك قلت تاني؟ ايوه. يعني في ظابط جه قبل كده سأل على حضرتك؟ ايوه، وديت له صوره الرعد. اشرف. ايوه. هو شوقي بيه قال ان في حد جاله قبل كده؟ ابدا. لا، هو الظابط ده اسمه ايه؟ على ما اذكر تيمور. تيمور؟ انت متاكد من الاسم ده؟ ايوه. اه طب سلام عليك. تعالى رايح فين؟ انت مش سامع ايه ليه؟ ايه تيمور؟ نروح بقى، ما هو ظهر اهو تيمور اللي بقى. طب استاذ مدحت معلش، احنا هنروح دلوقتي نجيب هدومنا وبالمره نحجز اوضتين في الاوتيل. ما انا هحجز لكم. اه طب لو سمحت، احنا عايزين نشوف الظابط اللي جالك دلوقتي بس من بعيد. اه اتفضل. سرور مش شايف. شفت؟ اه سرور. يعني سرور ده اللي انت خدت منه الفلوس هو اللي راح النهارده، مش كده؟ ايوه. وتيمور راح امبارح وقال ان هو الظابط وخد صوره رعد السماء. يا ابني ده مش تيمور، ده فوزي زميل سرور. احنا كنا عايزين نراقبه، لكن حضرتك نبهت علينا ولا خبر من غير ما نستشير حضرتك. احنا عارفين كل تحركاتهم بالظبط، ومش عايزين نغلط اي غلطه، لان احنا عايزين رعد السماء حيه. ليه؟ لان هي الوحيده اللي معاها سر الاختراع، وبعد كده هندور على تيمور ده براحتنا قوي. تقدروا تتفضلوا. ايه ده؟ انت قعدت ليه؟ اتفضلي، بقول لك اقعدي. بيقول لك اتفضلي يعني ايه؟ اتفضلي، مع السلامه. سلامة. انت مش قلت لك اتفضلي يعني عشان نروح نشوف شغلنا؟ تبقى حاجه كده. ريتا. ريتا مين؟ انت ناسي ان سرور قال لي اسمها لما قلت له انا اسمي رعد السماء، وقال لي كمان ان هي اللي قالت لي السر. ليه ما تكونش ريتا واحده من السبعه اللي ركبوا قارب النجاه، هي ورعد؟ الله، دي تبقى منظمه نسائيه بقى. اه، وممكن يكونوا هددوا البحارة عشان يوصلهم للشط، وبعد ما وصلهم قتلوه. الله الله الله، ده ايه الاستنتاجات دي؟ صح جد.
ده انت ولا متهاب، انت عارفه متهاري؟ لا ولا انا، بس انت ولا متهاب. عشان تعرف اني ذكيه بعرف افكر كويس. بس انا زعلانه منك. اها زعلانه مني ليه؟ ايوه عشان دايما فاكرني غبيه. انا؟ ايوه وبتتريق عليا كمان. لا انت كان عندك حق لما قلت لي ان دي البدايه مش النهايه. اشرف. نعم. بكره ان شاء الله من الصبح عايزين ندور على ريتا. من بكره ندور على ريتا. وكمان لما تصحى الصبح تكلم شوقي بيه. من نجمه. ورانا حاجه تانية؟ حاجه مهمه. ايه؟ ايه؟ تعالي فوق. احنا مش هنخلص من موضوع اختراعنا بقى. ما هي فقد الذاكرة. استعملوا الشده والعنف. كل ده ما جابش نتيجه. الدكتور فضيل بيقول انها فعلا فقد الذاكرة. خلاص تشوفوا غيره. لو غيره هنروح في داهيه. الواد اللي اسمه مدحت ده على فكره مليونير، ما تيجوا نلعب عليه شويه. احنا مش فاضيين للكلام الفارغ ده. الاختراع اولا وبعد كده تعملوا اللي انتوا عايزينه، مفهوم؟ عطيات عبد الرحمن، شفيقه عوض، رتيبه محمد. حاضر يا فندم. ما هو اشرف هو اللي حاضر على حساب مدحت عزمي. اي رسائل تيجي لنا هناك. حاضر. بس يا فندم اسم ريتا مش موجود في وسط الاسامي دي. رتيبة هي ريتا. حاضر يا فندم. ايوه عنوان ايه يا فندم؟ ايوه تمام. حاضر. اول ما يجي اشرف هنكون هناك عندها. ايه يا حضره الظابط؟ احنا شغلنا كله بالمظبوط وفي فواتير. تحب تشوف سعادتك؟ بقى كده وحياه معزتك عندي زي ما بقول لك. عموما هنتقابل تاني بعد كده. طب امال تحت امرك يا فندم. يعني برضه رعد مش هناك؟ كان عندي امل كبير يا فندم، لان ده المكان الوحيد اللي ما فتشناش فيه. البوتيك. امال لقيت ايه؟ بضاعه، وانا اعتقد ان اغلبيتها متهربه، بس ما رضيتش اقبض عليهم لان الوصول لرعد اهم من ده كله. انت قلت لي اسمك عزت؟ ايوه يا فندم. صح يا عزت. شكرا يا فندم. يعني ايه البوليس يجي البوتيك عشان يفتش؟ مش فاهم انا. ما هم كانوا فاكرين ان في حاجات مهربه. يا حبيبتي يا حبيبتي 100 مره قلت لك كل حاجه لازم تشتريها فواتير وفواتير رسميه كمان. حصل. هو انا عملت كده بدليل ان البوليس مشي. هو اكيد في واحده متغاظه مني هي اللي سلطته. يا ريتها يا حبيبتي لو مشيتي دغري محدش يقدر يجي جنبك ولا حدش يقدر يبص لك. وحياتك انا بعمل كل اللي انت بتطلبه مني ومش عايزه ازعلك ابدا. خلاص حقك عليا. الحاجات دي بتضايقني جدا وانت عارفه. ياه يا ريتني ما قلت لك. خلاص بقى قلت لك حقك عليا. هتيجي تتغدى عندي امتى؟ حاضر يا ستي بس يوم ولا اتنين لان عندي شغل كتير. ريتا هاني موجوده؟ اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. حضرتك ريتا هانم؟ لا انا الشغال. اه امال الهانم فين؟ مش موجوده. ده مش معاك تيجوا فيه. احنا اسفين جدا. ممكن تتفضلوا تبقوا تيجوا في وقت تاني؟ لا مؤاخذه احنا ما عندناش وقت. ممكن حضرتك تساعدينا؟ عايزين حسنة يعني؟ يا ريت لكن بلاش. لا يعني احنا من وزاره الشؤون الاجتماعيه وعايزين من حضرتك شويه معلومات. فهمت. نعم. الهانم ملهاش اخوات، اولاد، زوج. لا مقطوعه من شجر. طب يا هانم ريتا هانم ملهاش اسم بتتنادى بيه؟ يعني مثلا بتقولوا لها روبي اكس جيتا طرزان مثلا ريتا. ايوه هو ده الاسم اللي بتتنادى بيه. طب يا فندم شكرا. اهلا وسهلا.
يعني ايه؟ مفيش امل؟ في يا عمتي ان شاء الله في، انما رعد ما كان لهاش اي صداقات ابدا. رعد كانت بتحب دايما تقعد لوحدها، واصحابها في الجامعه كانت علاقتها بيهم علاقه دراسه وبس، ولما خلصت الجامعه انقطعت عنهم خالص. وانت عملت ايه؟ والله البوليس مش ساكت، بيعملوا كل اللي يقدروا عليه. طب يا ابني ما تيجي تقعد معايا هنا على الاقل اطمن واعرف كل حاجه اول باول. كان نفسي يا عمتي، انا في الاوتيل بيزورني ناس كتير، اللي طالع واللي نازل. معلش كده اريح، بكره ان شاء الله لما الاقي رعد واتجوزها هنيجي نعيش معاكي على طول. الو. ايوه يا حبيبي. ايوه اشرف، لو سمحت لو جت مدام نيفين قول لها انا في الريستوران. ريستوران؟ ايوه. ايه وصلت؟ طب لو سمحت اداني اكلمها. ايوه ايوه ريفو. ايوه ايه في اخبار جديده؟ طب ما تطلعيش انا نازل لك حالا. تفتكر وقفتنا قدام عماره ريتا هتجيب نتيجه؟ شوقي بيه عايز كده. اه مباحث، عارفين كل حاجة. أشرف سرور أهو. هنا بتعملي ايه هنا؟ مالكش دعوة اطلع. اتعرف على راحتك. اطلع. لا مش بهزر، انت هتشتغل المساعد بتاعي بس على شرط محدش يعرف اي حاجه. لا ما تخافيش. اسمع، الست اللي انت بتشتغل عندها دي احنا بنراقبها. ليه؟ هي حراميه؟ حراميه كبيره قوي. اه يبقى حميده عندها حق. الشغاله؟ ايوه. ها. على فكره دي هتمشي بكره، مش عايزه تقعد، اصلها اتخانقت مع ريفا هاني. طب كويس. اسمع، ايه رايك لو انا اشتغلت مكانها؟ يا ريت. عايزك تقول للهانم انك قابلت واحده قريبتك وهتجيبها لها بدل حميده. موافق. بس اوعى تقول حاجه غير كده. لا ما تخافيش. لو الأستاذ أشرف جه أنا فوق في الأوضة. ممكن؟ شكرا. الو. ايوه لو سمحت. والله مدحت عزمي. مدحت عزمي.
شكرا. ايوه مدحت، ايوه بقول لك ايه، تعالى بسرعه. ايوه اخي، ايوه ايوه اشرف، مش عارف صوتي. ايوه انا بقول لك ايه، شارع حشمت بالزمالك. مش هقول لك حاجه، هو انا واقف قدام كشك، كشك سجاير. ايوه اسمه الفل. فل اسمه الفل مش الفل، الفل. ايوه تعالى بسرعه. باي باي، مع السلامه. ايوه يا احمد، اشرف كده ما اتصلش ابدا. طيب متشكر يا من جزا عمره الصبح تبقى خلاص خلاص اطمن حطيتها كمان. اقول لهم بقى اسف يا احمد، مدحت عزمي عندك؟ خرج امتى؟ ما قالش رايح فين؟ البطل اقعد في الصالون. اشرف اتصل بيه؟ طيب متشكره قوي، تصبح على خير. توصل العربية؟ أيوه. اللي هينزل منها أنا هطلع وراه، وأنت خليك ورا سعور. لو طلع من العربية خليك وراه. هتقابل إزاي؟ هنتقابل في الأوتيل. مراد سلام. كلمة السر. السيد تيمور؟ ايه صح؟ الدور الثاني أول أوضة على الشمال. لكن ما قلتليش تيمور دي صح؟ صح. تشكر جدا، تشكر. خليك أنت واقف بره، وما تدخلش جنسي مخلوق جوه، فاهم؟ ولا أنت كمان تاخدش جوه.
شوقي بيه؟ ما هو في حاجة مهمة حصلت. اتفضل قول. مين ده؟ سعيد معانا؟ ما قاليش. انتوا اللي بتشغلوه؟ فهمت. يبقى حضرتك اللي نزلته في الوقت اللي انا كنت فيه هناك. حاضر يا فندم. لكن حاضر. مع السلامة. ازيك يا عفريت؟ اتفضلي. دقيقة واحدة دي يا خبر. اهلا، انت قريبة سعيد؟ ايوه، الظاهر انه قال لحضرتك. طبعا. انت اشتغلتي قبل كده؟ مرتين بس. بس طريقة كلامك يعني بتقولي انك متعلمة وشكلك زي ما تكون ما اشتغلتيش قبل كده في بيوت. والله يا هانم حضرتك ما تتصوريش ظروفي شكلها ايه. انا يا هانم خلاص خلاص، انا مش مستعدة اسمع قصة حياتك. اسفة. انت اسمك عيشة مش كده؟ ايوه. طب ادخلي انت المطبخ يا عيشة. حاضر. على فكرة انا جاي لي النهارده تضيف على الغد. تحت امرك يا هانم. استني يا سعيد. اللي هانم موجودة؟ مين حضرتك؟ قولي لها فوزي. أهلا يا فوزي. أهلا. معلش أصلها لسه جاية حالا دلوقتي. لا واضح. تعالى يا فوزي. اتفضلي. اعملي لنا قهوة يا عيش. حاضر. اقعدي يا فوزي. إيه الأخبار؟ فل الفل. امبارح وإحنا في الاجتماع. اسمع، تعرف تروح الأوتيل اللي نازلة فيه؟ أيوه. تروح هناك وتسال عن زمايلك اشرف منصور ومدحت عايزني. حاضر. اشرف انت شفته معايا لما جينا امبارح، تطمن عليه رجع ولا لا؟ حاضر. اروح دلوقتي؟ حالا. ولما ريتا تسال عليك هقول لها اني بعتك تجيب بن. حاضر. اجيب بن معايا وانا جاي؟ ايوه. ادفع من عندك وبعدين انا هحاسبك. حاضر. خليك انت في المطبخ يا عيشة. حاضر. انت واثقه من عيشه؟ طبعا. انت كمان قريبه سعيد. كده محدش هيشك فينا. وعايز مترافق لو برضه تتجوزيه. ايوه. ده مش مجرد محامي وبس، ده ممكن يشك فينا كلنا. اسمع، انا اللي بدي الاوامر، كلكم شغالين تحت ايدي انا، مفهوم؟ لا مؤاخذه، انا اسف. كنت جاي ليه؟ اولا عايزين فلوس، وثانيا في ولد قفشناه امبارح في الفيلا كان بيتسلط على الاجتماع. تخلصوا عليه، انا مش عايزه حد يقف طريقنا ابدا. الفلوس انا هبعتها لكم. يلا اتفضل دلوقتي. ماشي. كلام تشتغلي مش كده؟ صح، بس مش اول مره يعني. هو واضح ان انت بنت ناس ومش وش مهدل. اصل يا فندم حضرتك. انا فاهم الظروف، معلش استحملي. عن اذنك اقول للهانم ان حضرتك وصلت. لكن اقول لها مين؟ قولي لها عزمك. اهلا. اهلا. انت ايه مأخرك كده؟ معلش كان عندي شويه شغل في المكتب. عايشه قولي طبخه تجهز الاكل، وتقدري تنزلي اذا كنت عايزه، بس تيجي الساعه 8:30. حاضر. تفضل.
مالك يا عازم؟ مالك؟ هذا مالك دي؟ ايوه مالك. انت بتروحي فين يا استهاني؟ ولا حته. حته ازاي؟ اتصلت بيك مليون مره مالكيش. يعني اكون بدور على بضاعه، هكون فين يعني؟ والتليفون اللي دايما مشغول. مش ممكن، اكيد بيتعلق على نمره غلط. 20 مره يعلق على نمره غلط؟ الله الله الله، انت بتغير عليا ولا ايه يا عازم؟ امال هغير على مين يعني؟ افهم من كده انك بتحبني؟ ايه بحبك دي؟ ايه الكلام ده؟ طبعا بحبك يا مجنون. خلاص ما دام بتحبني ما تزعلنيش منك، انا فين وفين على ما بشوف. انت حتى اول مره تيجي هنا مع اننا نعرف بعض من زمان. انا اللي جابني هنا اللي قلتهولك. بحبك يا عزيزي. بجد بجد. ايوه انت جيت يا مدحت؟ طب انا نازله لك حالا. دي كل اللي حصل، وفضلت مدة طويلة مغمى عليا، ولما فقت رحت أجزخانة ربطوا رجليا وجيت على هنا على طول. الحمد لله اللي ما حدش حس بيك. كنت بتقولي انك سمعتي ريتا وهي بتقول انهم لازم يخلصوا من اشرف بعد ما مسكوه. ايوه مفيش غير تصرف واحد. ايه هو؟ نتصل بشوقي بيه ونشرح له كل اللي حصل ونشوف هيتصرف ازاي. يعني ايه بس؟ يعني ايه ما عرفتش العنوان اللي انت رحت فيه ولا اشرف؟ ما هو المشكلة ساعتك أنا مش من هنا، فمعرفش ولا شارع. فجأة ألف معادي دخلنا شوارع ظلمة وحواري، وبعدين لقيت سور، في نهاية السور مستشفى، قالوا هي دي معادي. المهم دلوقتي نطمن على أشرف قبل ما يعملوا فيه حاجة. ربنا يوصل إن شاء الله. أنا بقى أنا جاتلي فكرة. إيه؟ طب نقعد ونتكلم؟ يبقى أحسن. يساعدنا. عصمت رافض محامي له سمعه كويسه، واحنا عارفين ان هو على علاقه بريتا، واكيد ما يعرفش اللي هي بتعمله، لانه بالتاكيد لو عرف هيغضب ويتعاون معانا. يعني ممكن نروح له؟ ممكن قوي، بس انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. بس انا بقول ايه، يا ريت اكلم عصمت واخليه يجي هنا. مفيش مانع، مفيش مانع ابدا، بس انا برضو عايز اسالك سؤال. لما انت مش شاملينها كده وبتاخدي رايي في كل حاجه، وعايزه تساليني انك انت تروحي لعصمت او لا، ما خدتوش ليه رايي من الاول في حكايه فوزي وسرور؟ ولا منبه عليكم 100 مره قبل كده انكم تراقبوه بس؟ معلش انا اسفه، معلش، بس انا بقول برضو اكلم عصمت واخليه يجي هنا. ايه؟ اهلا. اهلا. اسمك ايه؟ اسمي انت مالك؟ اسمك ايه هنا؟ بقولك انت مالك؟ اسمك انت مالك؟ طب جاي تعمل ايه هنا؟ انت عايز الحق؟ انت اصل انا كنت ماشي جنب الفيلا بتاعت حضرتك، وقعت مني الولاعه في الشارع، مش الشارع اللي جنب الفيلا بتاعت حضرتك، لا اللي قبل منه. المهم قعدت ادور عليها، ادور لغايه لما لقيت نفسي داخل جوه الفيلا بتاعت حضرتك. كان في نور، قلت اكيد هلاقيها لان كان في شارع ضم، ما كانش في نور. بس هو ده اللي حصل. ولا انت اتضربت كتير؟ اتكلم احسن تتضرب تاني. اضرب اضرب ولا انا هعبرك. هتتضرب بقول لك. اوكي اضرب. هسخسخ بعدين افوق بعدين تضرب. هسخسخ افوق بعدين تضرب. مش هتاخد مني حاجه. نيوز هيبلوس كيس. يعني مفيش فايده فيك؟ شوف لو جيت جنبي هسكت مش هتكلم، لكن لو فضلت مكانك احتمال انطق. اهو انت يا ريت تقعد على الكرسي اللي هناك ده، يمكن يجي النطق. ايه راي حضرتك؟ انا كنت متاكد ان انت مش شغاله، واعتقد انك فاكره لما قلت لك كده، لكن انا مش متصور ان ريتا تطلع كده، بس لازم اكشفها. وحضرتك دلوقتي ناوي تعمل ايه؟ انا خططي دايما بسيطه ومباشره. زي ايه مثلا؟ الحل الوحيد ان احنا نواجهها بالحقيقه. طب ما هي ممكن تكذب.
لا 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 مش معايا انا. انا اخليها تتكلم غصب عنها. ازاي؟ يظهر انك ما تعرفنيش. لا ما اعرفكش بصراحه. عموما معروف عني لغايه دلوقتي ان والحمد لله ما فيش مجرم قدر يتحداني او يقف قصادي. ما تخافيش على اشرف، اعتمدي على الله وعليا. ده انا النهارده اجازه. هترجعي امتى؟ 9:30. خلاص الساعة 10 هكون عندك. أستاذ عصمت. أيوة. أنا برضه لسه قلقان. طب إيه العمل لو ريتا ما اتكلمتش أو رفضت تقول أي حاجة؟ في الحالة دي نشتريها. تاخد فلوس؟ يظهر عليكي ما تعرفيش ريتا كويس. أنا مستعد أدفع لها أي رقم هتقوله. هنتقابل الساعة 10 إن شاء الله، أوكي؟ هفوت على حضرتك 9:30. إن شاء الله. سلام. لا فعلا زي ما قلتي، بعد ما قابلته وحسيت انه راجل شهم ولطيف قوي. مش قلتلك؟ تمام كده. تحبي نروح الاوتيل ولا نتمشى شويه؟ لا معلش انا هنزل هنا. تنزلي؟ اه هنا. هنا فين؟ اتمشى شويه. معقول؟ مدحت صدقني انا متضايقه وعايزه اتمشى لوحدي. خلاص اللي جات لي دوخه جامده وانا ماشيه تحت البيت، قلت اطلع استريح شويه. طب اسمع بقى ادخلي اوضتك. معلش انا كده كويسه. انت اتجننتي؟ قلت لك قومي ادخلي اوضتك، قلت لك انا كده مستريحه. انت فاكره اني ما فهمتكيش من اول يوم وصلت فيه؟ هتدخلي اوضتك وهتنامي وهيكون نوم طويل مريح. لا اتفضلي ادخلي. لا وبعدين بقى قلتلك مش سن؟ قلتلك ده سن؟ هو انا عبيطه اقتلك واخلي البوليس يدور عليا؟ اشرب. لا
يا سعيد عرفت منين انها ناويه تهرب؟ واحده بتلم هدومها تبقى ناويه تعمل ايه؟ تبقى ناويه تهرب؟ اديك قلتها بتسالك. اللي لسه محيرني مين اللي عرف تيمور انكم هتروحوا بدري؟ وتوقع ان ريتا هتتكلم وقتلها في الوقت ده بالذات. حاجه تجنن. طب انتوا ما حاولتوش تعملوا اي حاجه تبصوا تجروا وراها تلحقوا؟ نعمل ايه سعادتك؟ شيء طبيعي انه مفاجئ. وبعدين زي ما ستك فاهم الخلقه اتحرقت من الشباك على وصينا كان سهل. بس عموما هو مش تيمور نفسه، ده واحد من رجالته. طب هو تيمور ده ما حدش يعرفه؟ ابدا ابدا. طب بما اني دلوقتي بقيت ضلع في اللي حصل، تسمحوا لي ان انا اتعاون معاكم؟ يا ريت. هو الواد سعيد لسه في الاوتيل؟ ايوه. المفاتيح. بتقول ايه؟ لا بقول لك ايه، ما اقدرش ازعق اكتر من كده. المفاتيح. اه ايه؟ انت اسمك ايه بقى؟ ايه؟ بقول لك ايه، فتح ودانك معايا. بص واقف افرد بجلدك. انا نسيت مكان العربيه. لا ما تعرفيش مكانها فين؟ مكانها فين؟ هنا. لا لا حد هنا. لا يمكن هنا بقى. فين العربيه فين؟ انت دلوقتي تقومي وتنامي، بكره الصبح ان شاء الله نتقابل. انا ما رضيتش اروح الا ما اطمن عليك. استاذ عصمت انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ما تقوليش اي حاجه، المهم تقومي تنامي وترتاح، وهتصل بحضرتك بكره ان شاء الله. ان شاء الله هيكون بعد الظهر، غالبا الصبح هكون في مكتب وكيل النيابه عشان التحقيق بتاع موت ريتا. طيب يبقى بعد الظهر. اتفقنا. تصبح على خير. وانت من اهل الخير. لا خليك مرتاح، خليك مرتاح. معلش سلام. لا سلام سعادتك. طب تصبح على خير. وانت من اهل. لو احتجتي اي حاجه اتصلي بي. حاضر، ميرسي قوي. يلا يا سعيد. المفتاح يا احمد. حاضر. اتفضلي. مدام نجيب. ايوه. في ورقة عشان حضرتك. اتفضلي. ايه رأيك يا سعيد؟ مش الورقة دي من أشرف؟ يعني أروح له؟ مش قبل ما تتصلي بشوقي بيه وتقولي له إن أنا هروح؟ طب وافرض شوقي بيه قال لي ما تروحيش؟ خلاص يبقى ما تروحيش. مادام أشرف بعت لي الورقة دي يبقى لازم في حاجة اكتشفها. وبعدين؟ وبما إنه في حاجة اكتشفها يبقى لازم أكون معاه عشان نبقى إحنا الاتنين كشفنا العصابة وعملنا السبك الصحفي. عايزة إيه دلوقتي؟ ما تدوخينيش معاكي. عايزة أروح له. روحي. طب افرض شوقي بيه اتصل بيا هتقول له ايه؟ هقول له ان انا بعتها تشتري بن. طب خد امسك. أشرف الحق. الحمد لله على السلامة. أهلا يا مدام. أمال نجيب فين؟ جوه يا سعيد، هتفرح أوي لما تشوفك. سعيد سعيد أنت سعيد؟ وأنت أشرف زميلي؟ ايوه زميلك اشرف.
ايفين فين؟ راحت لك. امتى؟ من روحي ساعة. لكن لكن ايه؟ ثانية واحدة. منتظرك الساعة 11 في الكازن المعتاد. أشرف. طبعا أنت ما بعتش الورقة دي. ولا أعرف أنا حاجة. تعرف أشرف تاني غيري ولا إيه؟ إيه معناته الكلام ده؟ معناه واضح. معناه إنه وقعت في فخ. طب والعامل؟ اتفضل. شوية لا ما جاش خالص النهارده. شكرا. ازاي ده يحصل يا اشرف؟ دي تاني مرة تتصرف فيها من غير ما تقول. من الواضح ان نيفين دي جريئة جدا. وانت يا سعيد كنت فين؟ معاها. معاها؟ وما قلتليش ليه؟ وما نعرفهاش ليه؟ واحدة عايزة تعمل سبق صاحبي، وانا بصراحة بقى ما اقدرش اقف في طريق مستقبلها. برضه كان لازم تتصل بشوقي بيه. وانت يا ساشا كنت فين؟ كنت في فيلا في المعادي. انضربت لما اتعملت. بعدين جت واحدة يظهر ما تعرفش جماعه دول هربتني. مين دي؟ ما اعرفهاش انا. يا سلام ما تعرفهاش؟ ما هي كمان ما تعرفنيش. تفتكر خطفوها فعلا؟ كنت شايف يا سعيد. لكن انت عارف حاجات لحد عارفها لحد فاهم، ولا انت تلاقيك فاهم، ولا انت شايف ايه يا اخويا؟ خطفوها لان الورقه مش منك. انا قايل الورقه مش منك، شوف عارف كل حاجه ازاي. عندك مانع تيجي معايا؟ ندور عليها؟ طبعا ندور عليها، ما لا يعني اعزمك على القشه، يلا بينا. خد المفتاح. مفتاح عشان ها؟ هو قدامك المفتاح. التليفون عشانك. عشان انا؟ ايوه. الو؟ ايوه ايوه شوقي بيه. ايه دلوقتي؟ طيب حاضر يا فندم حاضر. ايه في ايه؟ شوقي بيه عايزني. يلا ايه؟ يبقى لازم في حاجه مهمه. يلا خد المفتاح احسن يضيع منك. حاضر. إيه انت كنت فين؟ كنت عند عمتي. طب تعال. على فين؟ مش عارف بس تعالى بس. معنى ليلى لقينا هدومها على شط النيل معنى كده انها لا قدر الله ماتت. الهدوم اتعرف مكانها من مكالمه تليفونيه من مجهول. طب ليه ما تكونش خدعه؟ وجايز بيخوفونا. الحكايه تمثيل في تمثيل علشان نسيب الموضوع خالص. وليه ما تكونش ماتت فعلا؟ واللي حصل ده حقيقي. وان انا السبب في كل اللي حصل. اني ما قدرتش امنعها. ما قدرتش امنعها لاني بحبها. وخايف عليها لا تزعل وتروح مني زي ما راحت مني قبل كده ولقيتها. خوفي لا تزعل بايعها تاني. لكن المره دي انا حاسس انها راحت ومش راجع. مش راجع. مالك يا سعيد؟ مالي؟ هو اللي حصل ده شوية؟ يا جدع انت ولا يهم. ايه رأيك بقى كل اللي حصل كد في كد؟ يعني انت كنت عارف كده؟ ايوه عارف. امال ايه العياط اللي انت قعدت في مكتب شوقي ده؟ يا سيد سعيد لكل واحد حبتين لازم يعملهم في الوقت المناسب. انا عيطت يا اخي، كان نفسي اعيط. هما دول الحبتين بتوعي. قوم ننزل ندور على خالتك نيفين. طب وعملت كده ليه قدامه؟ معرفش. عندي احساس ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. يلا رايح فين؟ رايح اقول لمدحت. ما تتعبش نفسك، مش موجود في الاوضه. بتعرف الحاجات دي منين يا مخبر؟ يلا ايه
ايه؟ هتيجي معايا؟ لا روح انت علشان ما يشكوش فينا. ماشي يا عم فالح. سبتوا الخمارة سكنتوا في خارة مفيش ولا واخد بره علشان نروح كلنا نشوف ونيجي منفوخ. سبتوا الخمارة سكنتوا في خارة مفيش ولا واخد بره علشان كلنا نروح نشوف ونيجي منفوخ. ما حرمتش ياد من المره اللي فاتت؟ ايه اللي سكران؟ دخلوا جوه؟ لا احنا في الشارع مش عايزين صياح. سيبوا منفوخ. روحوا منفوخ. سيبوه. سو كنداس صباح مختاس. ترتا تا 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 سليم تا 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 هنشوف مين فينا اللي فالح دلوقتي. معاك ورقة وقلم؟ ورقة وقلم ليه؟ ورقة ايه؟ قريب تنفع الورقة دي؟ شوف امسك قلم عندك هنا في التابلوه. ايه؟ تعمل ايه؟ تعرف دلوقتي. هنعمل ايه دلوقتي؟ اولا لازم نخلص نيفين لوحدنا؟ لوحدنا ايه؟ احنا عارفين ان هي الحاجه ما انتش شايف الضرب اللي انا باكله. مش عارف الفيلا دي حظها وعيش معايا ليه؟ مع ان انا بضرب. احنا نروح لشوقي بيه وشوقي بيه هو اللي يتصرف، صح؟ صح. بينا. خليك انت سعيد هنا. لا حاجة معاك. خليك يا سعيد.
شايفها وهي بترمي لسعيد الورقه. انا كنت معاها. واضح جدا مفيش حد في البيت. ازاي ده؟ مفيش حد يا فندم. مفيش حد يا فندم. يبقى اكيد هربوا. ازاي؟ لحقوا؟ ممكن. ممكن ازاي بقى؟ اتفضل. طب يلا بينا. يلا بينا. يلا. انت يا ابني مش بتحبها؟ وده برضه سؤال يا عمتي. امال انا جاي عشان مين؟ طب اعمل حاجه. اكتر من ابليس. الو؟ ايه؟ ايوه النمره مظبوط. ايه؟ انت متاكد؟ طب انا جاي حل. في حاجه؟ لا ابدا يا عمتي. ايوه شوقي بيرجع؟ طبعا متشكر. مدحت عزمي. مع السلامة. الو عصمت بيه؟ لو سمحت قابلني حالا قصاد مستشفى المعلمين. ربع ساعة اكون عندك. بالسلامة. خير يا ابني في ايه؟ لا ابدا دول طالبيني في الاوتيل. طب يا ابني بقى طمني. ضروري طبعا. يا باشا اسكت ساعتها. اتفضل. بكره الصبح تكون عندي في المديريه. أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل بالظبط هنا. وديتها فين؟ أنت؟ الله، ماله متنح ليه كده؟ أنت متأكد إنك قابلتها؟ أيوه. ورفضت تتكلم إلا قدام البوليس؟ ما أنتوا جيتوا أنتوا وشوقي بيه. يمكن افتكرتك تيمور خافت تقولك. بالعكس، كانت عارفاني كويس. من صورك بس. طب إيه اللي جابها وإيه اللي خانها؟ ما ده اللي هيجنني. أنا كمان هتجنن. إحنا هنا ليه يا سعيد؟ مش عارف. كله. بقى فاقدة الذاكرة. مش فاكرة حاجة خالص. يا بنت اتكلمي. اتكلمي يا بنت. قلت مش فاكرة حاجة خالص. ايه اللي حصل يا رعد؟ وفين الأوراق اللي معاكي؟ الأوراق دي لازم أديها للبوليس. أيوة هي فين؟ ما أقدرش يا مدحت. مش ممكن أقول أي حاجة إلا للبوليس. أنا كل الفترة اللي فاتت وأنا عاملة نفسي فاقدة للذاكرة، عشان ما يقدروش يعملوا لي حاجة. طب ما روحتيش البيت ليه؟
استاذ عمر عليا واطلع. فين الاختراع؟ فين الاختراع؟ يا بنتي اتكلمي اتكلمي. مش عايزه. ما بتتكلميش ليه؟ ما تنطق يا طعم. مدوخانة بقالك ست شهور. تكلم يا طاهر. المستشفى. ايه ده؟ مستشفى ايه؟ المستشفى اللي شفت فيها سرور لما كنت قاعد على فرع الشجرة واتكسر بيه. أمانة؟ ليه ما يكونوش هناك؟ طب ما قلتش ليه كده من الصبح؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا أنت بتعمل إيه؟ يلا بينا. استنى ثانية. باي معاك. اتفضل أنت بتاكل. أنا بقى تعالى بس. بتستخدم ازاي؟ لكن هي اكيد كده. عشان ايه؟ الواحد يروح يضرب اي واحده من هنا زي الرصاص على طول. Thank you.
اهو واتنين جوه واحد جري ما عرفناش نمسكه. احنا مسكناه بره. حلو البوليس كويس. اتفضلوا معانا. هدومك فين؟ فوق. ممكن نعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ وفين الاختراع اللي انت استلمتيه؟ ولا انت تعبانه شويه؟ لا انا عايز اخلص من الموضوع ده. حاولي تتكلمي ولو حسيتي تعب قطع شوقي بيها هيخليها روح. اول ما رجعنا من السفر بعد الباخره ما غرقت ركبت قارب من قوارب النجاه، لقيت معايا 7 ستات والبحار، لكن فجاه لقيتهم 3 بس. ازاي 3 منهم كانوا فوزي وسرور وراجل تاني شفته في الفيلا بعد كده، وريتا طبعا كانت معاهم. والثلاثه التانيين الستات يعني كانوا معاهم برضو؟ لا دول كانوا ستات، كانوا هيقدروا يعملوا ايه؟ طلبوا من البحار انه يوصلهم لمكان اسمه البحر الميت وهددوه، وطبعا اول ما وصلنا قتلوه وهددوا الستات الثلاثه بانهم يعرفوا اساميهم لو اتكلموا هيموتوهم في بيوتهم. طبعا خافوا. دول مش خافوا بس، دول هاجروا كمان. وبعدين ركبوني ديزل بعد كده، والحمد لله انهم ما لحقوش يقعدوا معايا في مكان لوحدهم، والا كانوا فتشوني ولقوا الورق معايا.
كانش قدامي غير كده، كانت مجازفة وما كنتش عارفة ايه اللي هيحصل بعد كده. قلبي وقع في رجليا لما ريت اخدت المجلة مني، لكن الحمد لله. كانت واقفة قدام المحطة، طلعت بينا على طول على الأوتيل. الأوتيل؟ أيوة، العربية وقفت بعد شوية ونزلت أنا ومعايا ريتا، بس كنت خايفة إن المجلات نسيبها في القطر، لكن طلعت واعية، حطيتها في شنطتها. وإحنا بنعدي الشارع جات لي فكرة على إني أحاول أهرب، لكن كان لازم تكون في عربية معدية قدامي عشان أتخبط فيها وأمثل بعد كده إني فاقدة الذاكرة. وحصل اللي أنا رسمته، لقيت عربية جاية بس مش سريعة قوي، جريت فرمولي خبطت نفسي فيها ووقعت ومثلت انه مغمى عليا. قمت جري، علقت البرواز في مكانه ورجعت نمت تاني. يعني الاختراع موجود في البرواز اللي موجود في الاوتيل؟ ايوه، الا اذا كانوا غيروا البراويز اللي في الاوتيل كلها. افندم ممكن نتكلم على الفراغ لو سمحت؟ اتفضل. الاختراع الاختراع
السكاتل ده. الواد سعيد ده ملوش اهل؟ لا له طبعا. اللي ما شفتهم ولا ادم. ازاي بقى؟ ده معاكوا على طول، وهو اللي بيوديكوا يمين وشمال، وبتخالفوا تعليماته وطلعتوا عينيه كمان، مش كده يا لا؟ صح. ايوه مين ده اللي احنا معاه؟ حضرتك والده؟ بالظبط. وعلى فكره المرة الجاية بقى عايزكم تنفذوا كل أوامري، مش عايز أي لخبطة ولا أي حاجة. ها؟ المرة الجاية فين؟ هو لسه في مرة جاية؟ طبعا، انتوا هتشتغلوا معانا على طول. اسكت اسكت اسكت، اسمع يا جدع.